أسعد الله صباحكم بألف خير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف الحال. وحلقة يوم الجمعة هي حلقات من خلالها تنتعرفوا على وجوه اللي كتكون كتعمل أحيانا في الخفاء أو لا مازال ما تحشى الفرصة أنها تجي لنا البلاتو ديال برنامج كيف الحال، فكنستضفوها ونتعرفوا على الكفاءات ديالهم ولا مجموعة من المعلومات اللي تقدر تفيدنا سواء كنا معنيين بالأمر أو لا. فاليوم الضيفة ديالنا هي السيدة زبيدة ممجيد. صباح الخير للا زبيدة. صباح النور العزيزة، وشكرا على تلبية الدعوة. للا زبيدة ممجيد، أنت رئيسة جمعية نساء من أجل السلام والوساطة، إضافة لمهام أخرى اللي تقلتها خلال حياتك، أستاذة جامعية تبارك الله، مرافقة في التنمية الذاتية إلى غير ذلك. واليوم غادي نتكلموا على واحد القرار أممي اللي معروف ب 1325، لا ريزوليسيون 1325، المتعلق بالدور ديال النساء في الوساطة والأمن. بزاف ناس غيتسالوا علاش غادي نهضروا على واحد القرار، حنا الحمد لله واحد البلد امن والله يدوموا على هذا الحال هذا واحسن ان شاء الله. فانت غتفهمينا شنو هذا القرار هذا، بعدا نعرفوا شنو هو لان بزاف ديال الناس ما عارفينوش شنو الواقع ديالو على مجتمع بحال المجتمع المغربي، يعني وشنو كيضيف للنساء، شنو الدور ديال النساء فيه، وشنو دور الوساطه اللي هي كذلك من المهام ديالك. دونك نتعرفوا بعد على هذا القرار 1325 شنو هو، يا ولا القرار 1325. القرار 1325 هو قرار أممي اللي كيتي راتيفيه اللي تصادق عليه في 2000، نعم اكتوبر 31 اكتوبر 2000 سنه 2000، واللي كانت صادقت عليه تقريبا 91 دوله، واللي المغرب كان من الاوائل اللي صادقوا عليه. القرار 1325 جا في واحد الظروف صعيبه، كانت الحرب ديال لي بالكان، كانت اون كريز ديال لومانيتي، واحد نعم كانت ظروف خاصه، ظروف خاصه كان حرب الاباده في رواندا، نعم. كانت وفي 2000 كانت دوله افريقيه هي اللي كانت متراسه مجلس الامن، والنساء الافريقيات دونك النساء ديال الجنوب، نظرا للظروف اللي كيعيشوها النساء ديال الجنوب خلال الحروب وخلال النزاعات والحيف اللي كيعانيو منه، كانت ثلاثه ديال البلدان منها ناميبيا اللي كانت متراسه مجلس الامن، ومالي، نساء مالي ونساء تونس، اتفقوا ان راه الامن ما يمكنش يكون الا ما كانت المراه مشاركه فيه، مشاركه بصفه فعاله. نعم. وهاد النساء ولا هاد في هاد المجلس النساء كانت اميلي او ميليتي، نعم يعني ناضلوا باش يتاخذ هاد القرار. نعم. اللي جا باش يقول بان النساء هما اللي كيحسوا بالحيف الكبير، نعم. خلال النزاعات وخلال الحروب، وهما اللي ما كاينينش في طاولات المفاوضات، نعم. هما اللي كيأديو الثمن احيانا، يعني كيأديو الثمن، نعم. كيأديو الثمن باهظ، لان جل الحروب كتمر عبر اجساد النساء، وجل الحروب اجساد النساء كتولي هي عباره عن سلاح، نعم. من الاسلحه اللي كيستعملوها الرجال او اللي كيستعملوها، نعم. المقاتلين. وشنا حالات يعني كثيره حول العالم، حالات، نعم. حول العالم، نعم. من هنا منين انطلقت الفكره؟ من هنا منين انطلقت الفكره ديال القرار 1325. اذا القرار كيف ما قلت ايتي راتيفيه في 2000، ولكن كانت صعوبات جله باش ان هذا القرار، ان لان القرار جاء وكيقول بان كيخص تكون خطط عمل وطنيه، كل بلاد كل بلاد من هذوك اللي صادقوا عليه كيخصها تطبقوا، كيخصها لان على حساب لو كونتكست ديالها وعلى حساب الخصوصيه ديال كل بلاد. القرار منين كيقول بان كاين واحد وكاين واحد كاين واحد اللقاء ما بين النساء، نعم. والسلم، الا ما كانوش النساء ما غيكونش السلم، نعم. وكيخصنا نشاركوا النساء في السلم. اذا كيفاش غيمكننا نديروا؟ واش السلم غير خلال الحروب؟ نعم. لا، ماشي غير خلال الحروب، لان السلم هذه الفكره جميله جدا طبعا، وكنت فسرتيها لي بواحد الشكل جميل وحكيتي لي ميم قصه
يعني ديال واحد الكاتب اللي او طبيب ياك اللي في واحد الفيلم ولا شي حاجه. منين جات هذه الفكره وهي اللي بغيتك توضحي للناس؟ لان بعض المرات حنا دابا في برنامج كيف الحال متعودين نتكلموا على المواضيع الاجتماعيه الى غير ذلك، ملي غنسمعوا قرار اممي والحرب والسلم الناس غادي يقولوا شنو علاقه هذا بحياتنا اليوميه يعني بهاد لا كونديسيون دو لا فام اكطوال، يعني شنو علاقته؟ الوغ الفيلم اللي هضرت لك عليه قبايل هو فيلم وثائقي وهو اللي اعطاني الفكره انني اسس الجمعيه، جمعيه نساء من اجل السلام والوساطه، منو جات الفكره ديال تاسيس هذه الجمعيه. الفيلم العنوان ديالو لوم كي ريبار لي فام، وانا شويه كندقق انا شويه كندقق في اللغه وكندقق في المفاهيم التكوين ديالك والعمل ديالك اللساني ديالي. دونك هذيك ريبار ترجمتها هي نورمالمون غتصلح، وهذا مي انا في بالي الترجمه ديالها جاتني يرتق، الرجل الذي يرتق النساء، وهذيك الترتيق فيها ديجا ملي كنهضرها انايا الترتيق فيها الخياطه، انني كنخيط، فيها الاصلاح، فيها الترميم، فيها مي شنو كنرتق؟ كنرتق شي حاجه اللي تمزقات، شي حاجه اللي تكسرات، شي حاجه اللي تدمرات، شي حاجه اللي تهرسات. وحيت كنرتقها واش كنرجعها كيف ما كانت؟ واش كترجع كيف ما كانت؟ لا. إذا هذا الرجل اللي كيرتق النساء، كيفاش كانوا هاد النساء؟ هاد النساء هما كانوا ضحايا الحروب، ضحايا حرب الإبادة، وهذا الرجل لوم كي ريبار لي فام هو اللي خدا لو بري نوبل ديال السلام في 2018. اللي هو إفريقي. هو إفريقي دوني موكويدج من الكونغو، وهذا الرجل هو اللي شاف عاش الحيف اللي عاشوه هذوك النساء، لان كيف ما قلت لك الحروب كتمر عبر اجساد النساء وهما كيوليو واحد السلاح اللي هذوك المقاتلين ولا كيستعملوه. هاد النساء منين الاغتصاب، العبوديه، يستعملنا كقنابل موقوتة وكذريعه، وهما ولادهم. اذا هاد النساء كان عندهم مشاكل لانهم عانوا من الاغتصاب، دونك جسديا همايا معاناه ومجروحات جسديا، معاناه نفسيه. علاش؟ لان من بعد المعاناه الجسديه اللي كتكون رهيبه جدا، لان لا يعلم بالاغتصاب الا من عاشه الله يستر، مي النفسيه هي انهم كنا منبوذات من طرف العائلات ديالهم، لان امراه مغتصبه هي ماشي ذنبها، ماشي ذنبها، ومن الفوق تتعيش معاناه ديال وصمد العار ديال المجتمع، هي كتعتبر عار، لا اونت العائله ديالها، خصوصا اذا حبلات، خصوصا اذا هذاك الاغتصاب نتج عنه عقليه صعيب ان الواحد غريب، وصعيب ان الواحد يتقبلها. اذا هاد الطبيب كان كيقد هاد النساء وكان يرتقهن دون لو فري سونس فيزيك سيتادير كان كيداويهم، وكان لان كانوا يمكن لك تشوفي الوثائقي رهيب. سي فري سي تري بيركوتان و سي تروماتيزون، ولكن كيخصو يتشاف. مي او ميم طون كان كيعطيهم المأوى، كان كيخليهم عنده، كان نفسيا كان اذا من هنا انا جاتني الفكره ان الحروب شيء بشع بالنسبه للنساء. فمن خلال الحروب ماشي فقط بحروب بحال اللي تنعرفوها، لا، الحروب اللي كتناضلي من اجلها انت في الجمعيه ديالك هي حروب نفسيه اخرى، حروب نفسيه، حروب العقليات، حروب دونيه، ياك اشياء من هذا القبيل. كنشوف غير ليكسبرسيون دو فيزاج ديالك. صحيح ان القرار 1325 جا باش يمكن المراه من انها تاخذ مكانتها اللي كيخصها تاخذ في المفاوضات، ولكن جاء ايضا باش يقول بان راه المراه كتعيش واحد الحيف، وباننا كيخصنا نوقفوا هذا الحيف، وبان المراه ما خصهاش حمايه غير خلال النزاعات وخلال الحروب، وانما راه كيخصنا نحاربوا الكرامه، كيخصنا السلم. وهي جات خلال واحد الاجنده اللي سموها مجلس الامن، اجنده النساء
والسلم والأمن 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 سامبي اي سيكوريتي نساء الأمن والسلام. هذه هي الأجندة. ما هي أجندة داخلة في نطاقات أخرى؟ لأن منين كنشوفوا الأهداف التنمية المستدامة، منين كنشوفوا الهدف 5 مثلا المساواة، منين كنشوفوا الهدف 8 الحق في العمل اللائق وفي الدخل اللائق كيف ما، منين كنشوفوا الهدف 10، منين كنشوفوا الهدف 16، منين كنشوفوا الهدف إذا الأهداف. وكاين واحد الأجندة أخرى ديال أفريقيا، لافريك كنو فولون، اللي فيها واحد 7 ديال الطموحات، وما بينها الطموحات هي أن المرأة تأخذ مكانتها، لأن السلم هو السلم الاجتماعي قبل من كل شيء. والسلم الاجتماعي شنو كان طالبه؟ الكرامة بالنسبة للمرأة، الحق، لأن السلم هو الحق في التطبيب، الحق في الصحة، الحق في السكن اللائق، الحق في العيش الكريم، الحق في الصحه الانجابيه. انني لي على واحد الحاجه مهمه بزاف واللي عندها علاقه بالبرنامج ديالنا، وهي لو بياناتر. ملي كنقولوا السلم، انت كتكلمي كتقولي السلم، حتى السلم النفسي كذلك. وكنظن هذا من الاشياء اللي كتناضلي من اجلها. هنا فين جميل جدا كيفاش خديتي قرار اممي قد تشنا هو، واللي أقام الدنيا وأقعدها، وكتاخدي منه أشياء بسيطة في الحياة اليومية ديالنا. يعني وهذا هو المبتغى، هذو هما المثقفين، يعني لأنهم كيجيبوا لنا أشياء من هذا القبيل باش كيردوها أكسيسيبل للناس كاملين بحال هكذا ونعيشوا منها. دونك تكلمتي لي حتى على الوساطة، يعني فين دور الوساطة مثلا في هذا الشيء كله اللي تكلمنا عليه أستاذة؟ ألوغ الوساطة الأصل ديالها جا من أن النساء كيخصهم يكونوا وسيطات خلال كل فض النزاعات، او لا قبل او لا قبل قبل ما يكون نزاع، او لا بوست كونفلي، او لا من بعد النزاع. منين كنشوفوا ان ما بين 1992 و 2019 كانوا فقط 13% ديال النساء المفاوضات، 13% قليله بزاف، 6% ديال الموقعات اللي كيسين غادي وكيقل. لا 6% هو 13% ديال المفاوضات، 6% منهم 6% وحده اخرى، 6% اللي هما اللي موقعات، و 6% هما اللي وسيطات. في حين ان منين كنجيو نشوفوا مثلا خلال النزاعات او لا خلال الحروب شنو كنلقاو؟ كنلقاو بان 75% من الضحايا ديال الحروب هن نساء. إذا هاد النساء أو من الضحايا ديال النزاعات هن نساء. الفكرة جات من أن الأغلبية ديال النزاعات اللي كاينة في العالم العربي وكاينة في أفريقيا. ومنين هاد النساء كيخصهم يكونوا عندهم مفاوضين؟ من الأفضل أنهم يكونوا نساء، وأن يكونوا نساء اللي كيقتسموا معاهم نفس لو كاد ريفيرونسيال، نفس الإطار المرجعي ديالهم الديني أو لا الإثني أو لا العرقي أو لا الثقافي أو لا إذا من هنا جات الفكرة. ولكن كيف ما قلتي السلم الاجتماعي، السلم، والمغرب مشى في هذه الخطة. صحيح أن المغرب تعطل باش يعطي خطة ديال العمل وطنية، لأن يلا خرجت الخطة ديال العمل الوطنية ديالنا في 2022 في مارس 2021. إذا ماشي بزاف هادي. غير هو المغرب ارتكز فيها على طبقها حسب الكونتكست ديالنا، ولو انه تعطل انه يطبقها. غير هو راه من 2000 وهو ماشي فيها، لان كاين المرصد الوطني ديال ضد العنف ضد النساء، كاين القانون 103/13، كاين القانون اللي كيجرم التحرش الجنسي. وهذا جاء في القرار 13/25، لان كيقول لك كيخصنا تجريم التحرش الجنسي، وكيخصنا الاعلان على المتحرشين الجنسيين، وكيخص التحرش الجنسي ولا الاعتداءات الجنسيه خلال الحروب تولي محسوبه كانها جرائم حرب. اذا وحنا والعنف ضد النساء. اذا المغرب ارتكز في الخطه ديال العمل الوطنيه ديالو على 3 د الركائز.
الركيزه الاولى هي الدبلوماسيه الوقائيه لا دبلوماسي بريفنتيف. هي كتجي صعيبه اننا نلاقيو شويه الدبلوماسيه مع الوقائيه. مي هي لا دبلوماسي بريفنتيف هي اننا بامكاننا اون بو بريفوار on peut prévoir les conflits ويمكن لينا نشوفوا كيفاش باش نتفاداوهم عن طريق الوساطه. وهنا غنعطي واحد الامثله بسيطه. مثلا اخواتنا في تندوف لواتي يعانينا من الحيف ويعانينا من العبوديه ومن الاستعباد ومن ظروف مهينه للكرامه وللانسانيه. وهذا كوسيطات بامكاننا نتوسطوا. منين كيكونوا مشاكل اجتماعيه منين كيكونوا واحد الغليان ولا واحد هذا بامكاننا نوقفوه. كانوا مشاكل اللي ربما كان يمكن لها توقف عن طريق الوساطه وعن طريق الوساطه ديال النساء. لان الدراسات اثبتت بان كل النزاعات اللي شاركت فيها نساء باش يوقفوا النزاع او لي او لي او لا بوغ لو ريتابليغ ب 14% كانت اكثر من النزاعات اللي تفاوضوا فيها رجال واللي هذا. يعني لا توش ديال المراه اللي تري امبورطانت اللي مهمه بزاف. هناك حكمه في التعامل يمكن عند النساء. احنا النساء تنقولوا هذا الكلام هذا استاذه، ولكن انت بحكم التجربه ديالك تلاحظي انه فعلا الوساطه النسائيه هي مجديه ايا كانت الوضعيه مثلا اللي تعيش فيها هذاك المجتمع ايا كانت. يعني واش كتلاحظوا من خلال التطبيق ديال هذه الوساطه النسائيه هناك اون ايفولوسيون كاين تطور؟ غنقول لك بعدا واحد المساله علاش الوساطه النسائيه يمكن ليها تنجح على الوساطه الرجاليه. وهنا غيعذروني شويه الرجال. الرجال منين كيتفاوضوا خلال النزاعات ولا خلال منين كتكون مفاوضات، اول حاجه كيفكروا فيها هي انا غناخذ هذه المساله، انا غناخذ هذا البوست، انا غناخذ هذه، انا لا انا كيكونوا شويه ديال لي زانتيغي بيرسونيل. اوكي كتكون واحد لا سوبجيكتيفيتي. النساء عندهم اون سوبجيكتيفيتي حتى همايا، ولكن فاش كيخمو انني كيخصني ولادي داري سكيفي كتولي كيبان لانستان باترنال ماترنال لانستان وبحكم الطبيعه ديالها وبحكم انها كتخمم في المحيط ديالها وكتخمم لا كويزيون سوسيال ولا كويزيون ديال لا فامي ولا كويزيون ديال الجروب ديال المجتمع. اذا هنا هذا الشيء ربما علاش كتنجح الوساطه النسائيه اكثر من الوساطه الرجاليه. عرفتي استاذه ما سخيتش بالكلام معك، يعني كنتمنى ان الناس يكونوا استفدوا، وهذا شرف لنا اننا يعني كتاح لنا الفرصه اننا نتكلموا على مواضيع كهذه، واخا البعض غادي تجي شويه بعيده على المواضيع اللي كنتناولوها هكذا يوميا، ولكن هذا دورنا كإعلام أننا نقربوا هذا النوع ديال المعلومات من عامة الناس. غادي نستقبلك في حلقة مقبلة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله باش نزيدوا نتكلموا على هذا الموضوع هذا، لأن مازال ما وصلناش لبيت القصيد. خطة العمل الوطنية مهمة غادي نتكلموا عليها إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله. تنشكرك بزاف، حنا تعدينا الوقت بزاف، ولكن ما كانش ممكن أننا نقطعوك لأنه كل الكلام اللي قلتيه هو مهم جدا. غادي نتلاقاك في حلقة مقبلة للا زبيدة ممجد. شكرا لك، شكرا لكم كذلك مشاهدينا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.